المحكمة الحكم على المدان صدام حسين المجيد بالإعدام شنقا حتى الموت لارتكاب الشعب كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة 12 أولاً بدلالة المادة أولاً ثانياً ثالثاً رابعاً قانون المحكمة الجنائية العراقية رقم 10 لسنة 2005 وحددت وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات رقم 111 1969 بدلالة المادة 24 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 قرارا حضوريا وبالاتفاق. ثانيا سيادة القاضي شخص واقف هناك يحلف ويضحك هذا الشخص ثانيا العهد أهلها قدام حسين مجيد نحن أهلها بالسجن 10 سنوات ارتكابها إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة 12 أولا بدلالة المادة 15 أولا ثانيا ثالثا رابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 سنة 2005 وحددت العقوبة استنادا لأحكام المادة 421 باء قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل بدلالة المادة 24 من قانون المحكمة العراقية العليا لسنة 2005 قرارا وبالاتفاق كل الذين انحرفوا. ثالثا الحكم على الميدان صدام حسين المجيد بالسجن 10 سنوات لارتكابه التعذيب كجريمة ضد الإنسانية وفقا لأحكام المادة 12 أولا واو بدلالة المادة 15 أولا ثانيا ثالثا رابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 وحددت العقوبة استنادا لأحكام المادة 333 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل قرارا بدلالة المادة 24 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 2005 الله أكبر. رابعا تنفذ العقوبة الشرع بحق المدان استنادا بحق المدان استنادا بأحكام المادة 42 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 2005 قرارا حضوريا قابلا للتمييز وفيما ذلك اليوم اخذوا اسمع الحكم الصادر بحقك اسمع حتى تكون تفهم الحكم حتى تفهم شنو هالعيار قرار الحكم قررت المحكمة الحكم على المدان برزان إبراهيم الحسن بالإعدام شنقا حتى الموت قرارا حضوريا وبالاتفاق أفهم بتاريخ 5/11/2006 قرار الحكم نتيجة تدقيق أوراق القضية والمحاضر والجلسات وقررت المحكمة الحكم على المدان عواد حمد البندر بالإعدام شنقا حتى الموت لارتكابه قتل العمد كجريمة ضد الإنسانية وبأحكام المادة 12 أولا أليف وبدلالة المادة 15 أولا ثانيا ثالثا رابعا قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 وحددت العقوبة
قررت المحكمة تاني تاني نعمل.